السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدموا واحد التحلية رائعة ولذيذة بزاف. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني وتدعموني وتكتبوا لي التعاليق ديالكم كيف ما العادة. هذه هي التحلية. عندنا هنريس، هاد هنريس هذا اولا كيف ما بغى يكون عندكم، فلون ديال الفريز، فلون ديال الفاني، مايزينا، لتر ديال الحليب والسنيده على حسب الاذواق. كنشدوا المول ديالنا، كناخذوا فيه داك الهنريس وكنغطسوه في واحد شويه ديال الحليب وكنستفوه حدا حدا وحده. الا كان عندك المول كبير يمكن لك تستعملي جوج باكيات ديال الهنريس. انا عندي مول صغير درت غير باكيه وحده، هاد الباكيه راه كدير شي جوج دراهم. يمكن لك تستعملي البسكوي ديال الصابلي، اي بسكوي عندك يمكن لك تستعمليه. كنغطسوه في الحليب باش كيرطب والنيت كيشد بلاصتو باش ما كيطلعش ني كنخويو عليه هذاك الخليط. كنشدو الجناب وكنقادو الطروفه كيف ما درت دابا، غادي نوريكم عن قرب ونقرب لكم باش تشوفوا مزيان. بحال هكذا المرحله الثانيه، كنشدو الكاسرول ديالنا كنديروا فيه واحد معلقه مملوءه ديال السنيده، معلقه كبيره مملوءه ديال السنيده. كما قلت لكم السنيده كتبقى على حسب الاذواق، الا بغيتيها حلوه بزاف الا بغيتيها مسوسه كتنقص. كنزيدوا واحد جوج معالق ديال مايزينا اللي هو الدقيق النشا، مايزينا كاين اللي كيقول لها الدقيق النشا، جوج معالق كبار. وفي الاخر كنزيدو واحد الساشي ديال فلون فاني، فلون ديال فاني. كنحركوا هذا الخليط بما كتندمج هذيك السنيده وما كيبقاوش هذوك الحبيبات ديال المايزينا، حيت الا بقاو حبيبات راه غيتكبروا لكم في الخليط ديالكم. خص هذاك الكريم يكون مندمج وليس تخيليس. كنزيدو نص لترو ديال الحليب ديالنا، نص لترو ديال الحليب بارد، كنخلطو مزيان وكنردوه فوق عافيه مهيله حتى كيختار لينا وكيتقال هذا الخليط، ولكن مع استمرار في التحريك باش ما يتحببش ليكم. من بعد ما طيبناه في العافيه واختار كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش داير، كنصبوه فوق البسكويت ديالنا واحد المفادك المول وكنخليه يبرد واحد شويه عاد كندخلوه للثلاجه. ما تدخليش سخون هكذا الثلاجه باش ما يفسدش لك الاطعمه ديالك اللي كاينه في الثلاجه. من بعد ما خليناه يبرد واحد شويه وتماسك وشد راسو، كنشدو البسكويت ديالنا وكنكسروه بواحد الطريقه عشوائيه وكنغطسوه كذلك بطريقه عشوائيه. ماشي ضروري تستفيه ولا جاي ضروري ماشي تستفيه، كتغطسي كما كتشوفي هنا كما كتشوفوا معايا هانتوما. كنعمر الجوانب، هذاك البسكويت اللي بقى ليا من الباكيه هو اللي كندير. وكنحاولوا نخدموا غير بيدينا
حنا كنغطسوهم بشويه، كنغطسوهم غير بالاصابع ديالنا كنغطسوهم. من بعد كندخلوه للثلاجه حتى كيتماسك وكيشد راسو مزيان. في هذه الحاله هذه كنصوبوا الخليط اخر اللي هو بالفلون ديال الفاني، ونفس المقادير اللي درنا في الاول. كديروا معلقه ديال السنيده، وكنديروا جوج معالق ديال المايزيرا، والساشي ديال الفلون ديال الفريز. كما درنا في الخليط الاول كنكرروا العمليه نفس الشيء، كنديروه كنعاودوه في العمليه الثانيه، وكنخلطوا كنزيدوا داك نص لتر د الحليب اللي بقى لينا، وكنرطوا على فوق العافيه مهيله حتى كيختار لينا، وكنخرجوا المول ديالنا اللي في الثلاجه بما كيكون شد راسو، وكنصبوه من فوق. التحليه كتجي بارده منعشه، وكذلك في المذاق رائعه. يمكنكم تستعملوها في السحور ولا في الفطور، سريعه التحضير. من بعد ما كنخلطو مزيان كنردو فوق العافيه مهيله، وحنا كنستمروا في التحريك باش ما كيتكونوش لينا لي زيغريمو. اول الخليط ديالنا من بعد ما توجد كنضربوه واحد شويه بما كيبرد، ما كيبقاش سخون بزاف. كتبقى كتستمري في التحريك حتى كيبرد. من بعد ما خرجنا المول ديالنا وكيف كتشوفوا راه تماسك وشد راسو، كنزيدوا عليه هذاك الخليط ديال الفريز، وكذلك كنخليوه على برا بما كيبرد واحد شويه، عاد كندخلوه للثلاجه في الكونجيلاتور ولا في الفريجور. عاد كندخلوه نخليوه يبرد، عاد كندخلوه للثلاجه حتى يتماسك مزيان. ها هو من بعد ما برد وحيدناه من المول، انا كان عندي واحد الخليط ديال التوت البري، عسلته بواحد بالسنيده عادي كما كتعسلي الفريز، كما كتعسلي الفواكه ديالك، هو اللي غادي نزوق به هاد التحليه ديالي. يمكن لك تخليها هكذاك بلا زواق، يمكن لك ديري لها الشكلاط اللي بغيتي ولا لا كريم فريش، المهم انت والاختيار ديالك. صافي، وكنخلط عليه داك الكولي ديال التوت البري كنزوق به. كيعطيه واحد الشكل ممتاز، وكيعطيه كذلك واحد المذاق هذا الكولي ديال التوت البري. انا التوت هذا عندي في واحد الشجره، عندي في جريده حدايا، هو اللي خديته وعسلته. كيف كتشوفوا البنات هذه هي التحليه ديالنا، غادي نقطع لكم وتشوفوا القوام ديالو كي داير. شكرا البنات.
بسم الله، غنقطع لكم واحد الطرف كبير باش تشوفوا حتى من داخل كيفاش كيجي داير. كيجيو هذوك الطروفه ديال البسكوي باين صافي. وكتقطعهم طريفات صغار كيف حبيتي نتينا. كيجي متماسك وشاد راسو. وهذا هو، هذه هي التحليه ديالنا. وكنشكركم البنات بزاف، وما تنساوش التعاليق ديالكم واللايكات، ودعموني وشجعوني. وشكرا، شكرا جزيلا للبنات اللي كي دائما اللي كيكتبوا لي في التعاليق ديالهم. وان شاء الله الى فيديو اخر وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.